أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. أيام رمضان الكريمة بتعدي، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بيها وأديتوا الفريضة، وربنا يتقبل منا جميعا. لو حضرتك بتسمعني أو حضرتك بتسمعيني، طلعي ورقة 100 جنيه لو معك دلوقتي من جيبك، وبصي على صورة الجامع العظيم اللي مطبوع عليها عشان تبقوا عارفين أنا بتكلم عن إيه. رجعوا بقى 100 جنيه بتاعتكم في مكانها بقى، وتعالوا أحكي لكم قصة مسجد ومدرسة السلطان حسن، واللي في بعض أحداثه ارتبط بشهر رمضان الكريم. مين السلطان حسن؟ هو الناصر حسن ابن محمد ابن قلاوون، واحد من حكام دولة المماليك في مصر، اللي تولى الحكم من سنة 1347 ل 1351 ميلادية. كان متربي في بيت ملك. أبوه كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون، اللي كانت الدولة في عهده بتعيش أزهى عصرة. الناصر حسن كان سابع أولاد الناصر محمد بن قلاوون، اللي لما مات ولاده ورثوا الحكم، وفضلوا واحد ورا التاني يحكموا، وبسرعة إما إنهم يتعزلوا أو يتقتلوا، لحد ما جه الدور عليه. الناصر حسن اتولى الحكم امتى؟ اتولى يوم 14 رمضان سنة 748 هجري. كان عمره 13 سنة تقريبا، صبي صغير، لا عنده خبرة ولا يقدر يواجه أمراء المماليك، فكان طبيعي ان يبقى حواليه شوية أمراء هم اللي بيحكموا فعليا ومسكين البلد، كمان هم الأوصياء عليه باعتباره ايه؟ قاصر وسلطان على الورق بس. الامراء دول كانوا فرضين ضرائب كتير على المصريين. في تاني سنين حكمه حصل في مصر اسوأ طاعون ضرب البلد في التاريخ الاسلامي. كان بيموت يوميا 10,000 بني ادم، تحديدا في شهر رمضان ده كان بداية الطاعون. كان الضحايا بيدفنوا في مقابر جماعية، لكن بعد 3 سنين من حكمه قاضي القضاء قال ان الناصر حسن ما بقاش عيل صغير وبلغ سن الرشد وما بقاش محتاج وصي عليه، ويقدر يتولى الحكم بنفسه، وده كان بناء على طلب الناصر حسن. الناصر حسن على طول راح قابض على الامراء اللي كانوا اوصياء عليه وصادر كل املاكه، وبدأ ينفش ريشه على المماليك الباقيين، لكنه ملحقش. باقي الأمراء المماليك قالوا لك ده هيطلع عينينا، قاموا عزلوه وبيعوا أخوه صلاح الدين، وكان برضه صبي صغير عنده 14 سنة، وبرضه السلطان الجديد بقى عليه أوصياء، ده إيه الشغلانة دي يا أخي؟ واشتغلت الصراعات واللعب في دماغه، فقرر الأمراء دول يرجعوا الناصر حسن للحكم مرة تانية. 3 سنين محطوط على كرسي الحكم منظرة، لحد ما قرر في لحظة يقلب على الأمراء المماليك اللي كانوا ماسكين البلد، وقعد على حكم السلطنة بيحكم حق وحي. حكم 3 سنين كمان، لحد ما واحد من مماليكه قتله، ومحدش حتى يعرف ودى جثته فين، يقال انه رماها في النيل. من أوائل الحاجات اللي عملها السلطان الناصر حسن انه قرر يبني مسجده ومدرسته، مسجد السلطان حسن اللي بيسموه هرم العمارة الإسلامية. استمر بناء المسجد 7 سنين، يعني السلطان حسن ما شافش الشكل النهائي لمسجده ومدرسته قبل ما يموت، ولا حتى الدفن في الضريح اللي بناه في المسجد مخصوص. امال بقى مسجد السلطان حسن اكتمل بناؤه ازاي؟ هقول لكم بعد الفاصل. كنت بكلم حضراتكم قبل الفاصل عن السلطان الناصر حسن ابن قلاوون، مؤسس مسجد السلطان حسن، فخر العمارة الإسلامية القديمة، اللي تولى الحكم في شهر رمضان من 675 سنة. الناصر حسن اختار حتة أرض كان اسمها سوق الخيل، وكان مكانه قصر كبير لأحد مماليك السلطان محمد ابن قلاوون، لكن القصر اتهد عشان يتبني مكانه الجامع، ويبقى برضه قريب من قصر الحكم. جامع عظيم، جامع بن ضخامة ودقة مأذنته،
عارفين الجامع ده اتكلف في وقتها 750 ألف دينار ده، ودي كانت تكلفة كبيرة جدا. مسجد السلطان حسن له تخطيط عمراني فريد، وكتب التاريخ بتقول ان السلطان الناصر حسن لما قرر يبني مسجده ومدرسته طلب افضل مهندسين في العالم، وطلب منهم يعملوا له مدرسة تبقى احد عجائب الدنيا. ويقال ان المهندس اللي بنى التحفة الفنية دي اسمه محمد المحسني. مسجد ومدرسة السلطان حسن متقسم لاربع مدارس بتمثل المذاهب الاربعة اللي هي الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي. كل مدرسة ليها مساحتها، وهي في حد ذاتها مسجد صغير، وكان متخصص لكل مذهب شيخ يدرس لمية طالب، وكان كل شيخ أو مدرس ليه مرتب حسب وظيفته، ده غير مفتشين لضبط الحضور والغياب. كانت مدرسة السلطان حسن بتضم مكتبة كبيرة لها أمين مكتبة، وتبعوا مكاتب لتعليم الأيتام القرآن والخط، وكانت بتقدم لهم الكسوة والأكل. كان اليتيم اللي يحفظ القرآن ياخد مكافأة 50 درهم، وده كان رقم كبير وقتها. وغير ده كله كان المسجد فيه مستشفى بيقدم خدماته للجميع. طيب لما السلطان الناصر حسن مات قبل اكتمال بناء المسجد العظيم ده، امال مين اللي كمله؟ اللي كمل بنى مسجد السلطان حسن يبقى واحد من مماليكه المخلصين اسمه بشير أغا الجمدار، وكتب على كل من أبواب المدارس الأربعة أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر حسن ابن مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر محمد بن قلاوون. وزي ما قلت لكم كان الجامع الكبير مكانه قريب من قلعة الجبل مقر الحكم، ولما كان بيحصل خلاف بين المماليك كانوا بيطلعوا فوق سطح الجامع ويضربوا القلعة، ده اتكرر كتير جدا. فضلت الحكاية دي مستمرة أكتر من 100 سنة، وتحول الجامع والمدرسة لحصن في مواجهة قلعة الحكم، والمسجد أحواله اتدهورت لحد يوم 9 رمضان سنة 1422 ميلادي، لما جه سلطان اسمه الظاهر تتر المملوكي ورجع الأذان بمأذنة مدرسة السلطان حسن بعد ما فتح سطح الجامع اللي كان مقفول بسبب صراعات المماليك وحصار القلعة، وبدأت الإصلاحات للجامع كلما الأمور تهدى. فضلت أحوال المسجد طلع نازلة لأكتر من 300 سنة، اتفتح تحته الدكاكين وفي مدخله اتعمل سوق شعبي، لكن في النهاية بدأت عملية كبيرة لترميم المسجد. امتى؟ من 100 سنة، 1915 يعني، واستمرت على فترات لحد النهاردة علشان يحافظوا على أهم أثر أو واحد من أهم الآثار في التاريخ الإسلامي في مصر.